يقول توماس رامج المؤلف المشارك لكتاب الاقتصاد العالمي كما لم تره من قبل أن الجنس يمكنه السفر 30,000 ميل قبل الوصول إلى رفوف المتاجر. يوضح الكتاب كيف أصبحت سلاسل التوريد العالمية معقدة جداً. ربما تختار القطن المستخدم في نسيج الجينز من كازاخستان، وربما تغسل القماش في تايوان، وربما تأتي بالأزرار والمسامير من إيطاليا. هنا ستتأكد أن الجينز مثال يوضح مدى صغر العالم وترابطه. يقدر حجم سوق الجينز في العالم بحوالي 64.2 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الجينز إلى 83.4 مليار دولار في عام 2026، معدل نمو الجينز لا يقل عن 4.2% سنوياً.